حادث دهسين شهدته احدى مدارس وزارة التربية لطالب في المرحلة الابتدائية فتح باب التساؤلات عن اسباب عدم وجود حواجز ومطبات في الطريق لتنبيه قائدي المركبات، قضية وجدت طريقها الى نقاش ومقترحات لاعضاء المجلس البلدي للحد من السرعة والتقليل من الحوادث المرورية. المدارس خاصة مدارس الابتدائي ومدارس المتوسطة بالإضافة إلى الثانوية العامة، ولكن بالأخص المدارس الروضة والابتدائي والمتوسطة، يعني أنا أتمنى يتم تنظيم يعني سير السيارات للتوقف والسير في نفس الوقت بحيث لا تتكرر مثل هذه الحوادث. بالإضافة إلى أنا أتمنى يتم تنظيم ووضع بعض المطبات وبعض الحواجز بحيث لا يتم تكرر مثل هذه يعني الحادثة. طبعا هذا الأمر مطلوب من وزارة التربية ومن وزارة الداخلية وبالإضافة إلى يعني البلدية تشارك حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المأساوي. مطبة لتخفيف السرعة ودعوة لمزيد منها في شوارع البلاد لا سيما أمام المدارس وفي المناطق السكنية. الساحات الجانبية للمدارس هذه مفتوحة على مواقف السيارات، هذه الساحات لابد أن تغلق بنظام بأن لا تسمح بالسيارات بأن تجي من الأطراف الأخرى، يعني المرور مع الأشغال مع الجهات الأخرى. أيضا لابد أن يدققون بأن مسار حركة المركبات لابد أن تكون محددة ومقيدة، أما من الأطراف مثل ما صار الحادث الأخير هناك حواجز أسمنتية أعمدة ومواقع لابد التنسيق معها، ولوزارة التربية المدارس أيضا دور رئيسي في هذا الجانب. وتتعدد أنواع المطبات ما بين مرتفع ومنخفض، وغالبا ما يكون بألوان وخطوط للتنبيه والحذر في الشوارع الداخلية وعند التقاطعات لما لها من أهمية في حماية الأرواح والممتلكات. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.